في ظل حضور أمني مكثف، نظمت تنسيقية شباب أريانا لحزب نداء تونس ندوة بعنوان الشباب عماد تونس وقوة النداء الفاعلة. تمحورت هذه الندوة حول دور الشباب وفاعليته في الحياة السياسية ومستقبل تونس، وجرت بحضور شخصيات قيادية من الحزب. طرح الحضور في هذه الندوة من شباب وكهول العديد من الأسئلة التي وجهوها إلى قيادة الحزب حول دور الشباب ومتطلباته. من جهته أعرب القيادي في نداء تونس محسن مرزوق عن دعم حركته لشبابها. أكدنا خاصة على مواصلة هيكلة عمل الشباب في حركة نداء تونس، وفي الواقع اليوم في برشا جهات قال سار اجتماعات من هذا النوع، مش كلها معناها حولها تغطية عالمية، وهم حاجة ربي يوفق البلاد كلها ووفق الجميع. احنا ان شاء الله كل الاحزاب الاخرى زادت توفق وتبني زادة حتى هي هياكل، وقد ما تقوى الاحزاب الاخرى نكونوا فرحانين، على شرط تكون احزاب بفعل مدنية. اما النائب بالمجلس التأسيسي والقيادي في حزب نداء تونس عبد العزيز القطي فقد امتنع عن الظهور في شاشة المتوسط زاعما انها قناة غير محايدة. اما منسق شباب حركة نداء تونس بالمنطقة فقد اكد على ان هذه الندوة هدفها الوحيد تعريف المواطن بالحزب وبرامجه. ليفينمون هذايا معناها باش نوضحوا معناها شنيا نداء تونس، وخاطر فهم برشا عبيد مثال فريانة، برشا عبيد خاصة معناها نتكلم على جهتي معناها واللي نعرف معناها العبيد تحكي فيها، العبيد ديما تسأل نداء تونس شنيا، شنيا افكاره، قيادات نداء تونس كيفاه يتعاملوا مع القواعد، معناها فما صوره ذبابيه. اليوم عملنا الديبا هذايا باش نوضحوها معناها الصوره هذايا، وباش العباد في اريانا تعرف اكثر على نداء تونس. في حين تساءل احد ابناء المنطقه عما اذا كان الحضور فعلا من ابناء المدينه ام لا. سمعت لي فما اجتماع تاع نداء تونس في بير بلحسن اريانا، كملت عديت من هنا قلت خلينا ندخل نشوف، بما اني ارياني ولد المنطقه لهنا قلت خلينا نشوف انا شكون فما حاضرين، فما شكون نعرف نشوف نسال الراء. مع الأسف درت مرت حتى حد من أريانا. اجتماع جديد لحزب يسعى للتجذر في الساحة السياسية بينما يراه خصومه مجرد ظاهرة إعلامية ومحاولة منه لإحياء نظام قامت عليه الثورة. بعد هذا الاجتماع الذي نظمته تنسيقية شباب أريانا لحزب نداء تونس، هل يراهن الحزب على هذا الشباب أو تراه يرجح كفة زعاماته السياسية؟ أسامة العوديدي، قناة المتوسط، أريانا.